النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش على الطريقة التركية. انتي بقى كل الطرق التقليدية اللي احنا بنعملها، الشربات بقى بالسيرم بقى وكده، لا انتي كل الطرق دي. النهاردة هتعملي الجلاش تحفة بطريقة جميلة جدا. اول حاجة هجيب لفة من الجلاش حوالي 1/2 كيلو، وعندي شوية مكسرات حلوين مشكلين، وكوباية من السمنة السايحة او الزبدة، وطبعا عليها 1/2 معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنفرد بقى الجلاش بتاعنا، طبعا يفضل الجلاش بتاعنا يبقى طازه كده وحلو. هنجيب الصينيه بتاعتنا اللي احنا نستخدمها، اي مقاس انت عايز تستخدميه، وبعد كده بقى هنحط عليها 2 معلقة كبار من السمنه السايحه كده، درجه حراره الغرفه عادي يعني جدا. هدهنها بقى كويس كده بالفرشه، وبعد كده هجيب بقى 2 ورقتين من الجلاش، شايفه، هفردهم في الصينيه والزياده هتنيها على جوه، وبرده هدهن دهنة بسيطة كده من السمنة، رشة بسيطة كده عشان الجلاش بتاعي يطلع مورق ومحمص واخد كده لون حلو ذهبي كله كده. بعد كده هعمل برده كده 2 ورقتين كمان، وهتني زيادة على جوه برده، احاول ان انا ارصصه كله طبقات متساوية، شايفين، وهرش برده رشة من السمنة. عايزة اقولك بجد الوصفة دي احلى من الجلاش اللي احنا بنعمله بقى بشربات او ان احنا بنعمله بعسل او اي حاجه. بجد الوصفه دي خفيفه قوي، حاجه كده مسكره يعني، بجد تحفه جميله جدا وسهله قوي، وفعلا تستحق ان انتوا تجربوها. هندهن بقى هنا السمنه بتاعتنا برضو، ما بين كل 2 ورقتين ندهن سمنه، شايفين. بعد كده بقى عندي شويه مكسرات كده مشكلين بقى، فستق على لوز، على زبيب، على عين جمل سوداني، كل اللي عندك بقى جمعيه وحطيه. هنرشه كده في النص عندي في الصينيه، طبعا مش هنيجي على الاطراف عشان ما يتحرقش مننا ويبوظ الوصفه بتاعتنا. هفرده كويس جدا، وبعد كده هكمل برضو طبقات الجلاش الباقيه، شايفين، حلو جدا. احنا قسمنا بقى الجلاش 2/2، نص تحت ونص فوق، وهندهن برضو دهن السمنه، وهنرصص برضو الورق تاني من فوق زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لك ان هي بجد تحليه ما بتاخدش 5 دقايق وبتبقى جاهزه. انا هنا خلصت الورق كله خلاص، هنيجي بقى دلوقتي نقطع بالسكينه زي ما انت عايزه حجم بقى الجلاشه بتاعتك، عايزاها مربعات، عايزاها سمبوكسه، براحتك خالص، عايزاها اكبر من كده براحتك برضو، بس دي قطع كده متساويه وحلوه وشكلها حلو جدا بقى في التقديم. بعد كده هنقطعها بقى كده بعد ما قطعناها بالطول، هنقطعها بالعرض، شايفين، طبعا احنا بقى هنا بنكون بقى ولعنا على الفرن بقى في الرف الوسط على درجة 180. وطبعا لو حسيتي ان الجلاش اخد معاكي لون ذهبي كده من تحت وتحمص، ممكن ترفعيه من فوق يكمل الايه التسوية بتاعته، هتلاقيه بقى اخد لون ذهبي معاكي وبقى شكله حلو. بعد كده هتخرجين. انا هنا بقى هنا رشيته بقى بالسمنه بقى اللي فضلت عندي، مليته كله بالسمنه. هنيجي بقى في الخطوه دي، هنحط بقى عندي هنا 3 كوبايات من الحليب، وهحط عليهم بكوين من الفانيليا، وعليهم كوبايه من السكر، سكر بودره او سكر العادي الحبيبات بتاعتنا دوت. هندوب السكر في اللبن كده، طبعا الحليب هنا عندي درجة حرارة الغرفة عادي جدا، وأول ما الصينية بتخرج من الفرن بروح نازلة عليها بقى بالحليب كده اللي هو البارد العادي ده، وهسقيها بيها كلها، متقلقوش من اللبن، مش كتير ولا أي حاجة، لأ هو يدوبك كده الجلاش كده وهو كريسبي وخارج من الفرن هتلاقيها شربته كله. بصوا بقى الجمال، بجد تحفة ريحتها، عايزة أقولكوا إن هي بجد كانت وهم وهم وهم. بسلك بقى كده القطع بتاعتي، وبعد كده بطلعها بقى في طبق. بصوا الجمال، شكلها تحفة، حاجة كده جميلة ما بين كده الأم علي، ما بين الحلويات، عارفين الحلويات اللي هي الكريسبي وفي نفس الوقت محمصة، جميلة جدا بجد تحفة. شايفين بقى بتتقطع معايا جميلة، كأني عاملة كده فطير بلبن ومكسرات زي اللي احنا بنشتريه بالظبط، تحفة. متنسوش تجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات.